ما يقرب من 40,000 مواطن سوداني دخلوا الأراضي المصرية خلال الأيام القليلة الماضية. هذا ما أكد عليه المندوب الدائم لمصر لدى الجامعة العربية، الذي أكد أن 8,000 من المصريين تم إعادتهم إلى الأراضي المصرية أيضا خلال الأيام الماضية. نلحظ تكدسا لعدد من الحافلات التي قادمت للتو عبر معبر قسطل، وهؤلاء المواطنون السودانيون الذين خرجوا من ديارهم وتركوا وراءهم كل شيء من أجل أن ينجوا بحياتهم، هم بعضهم يتخذ من مصر دولة عبور، في حين بعضهم سيمكث في الأراضي المصرية. لاحظنا خلال الأيام الماضية عددا من المبادرات التي قام بها الأهالي هنا في هذه المحافظة الحدودية، محافظة أسوان، حيث أكدوا لنا أنهم فتحوا منازلهم للعديد من المواطنين السودانيين الذين لا يملكون أموالا من أجل استئجار منازل للجلوس فيها أو للمكوث فيها خلال فترات مختلفة حتى تستقر الأوضاع، بل إن بعضهم قام بتقديم العديد من التسهيلات للشباب الذين تواجدوا هنا أيضا، وأكدوا أنهم يعملون على توفير فرص العمل لهم، وبالتالي هناك العديد من المبادرات التي أطلقتها الأسر المصرية من أجل احتضان القادمين من السودان والفارين من ويلات الحرب والقتال.